كذلك من الأشياء التي يعذر فيها إذا أفطر الإنسان المكره، لو إنسان أكره على الفطر، أكره واحد مثلا أغمي عليه دواء السبيطار داروا سيرو، هو ما على بالوش فطن، غير فطن بك السيروم نحا. الآن كي داروا السيروم برضاه ولا بغير رضاه؟ مكره، صح ولا لا؟ هل يفطر ولا ما يفطر؟ لا يفطر. كذلك في الجماع مثلا، لو الرجل حب يجامع زوجته قالت له اتقي الله رانا في رمضان، ثم اكرهها بالغصب على ان يجامعها، الصحيح انها لا تفطر، هي هو يفطر عليه الكفاره وهي ليس لها عليه شيء، لانها الان مكره. او قالها لو كان ما تخلينيش نطلقك وتعرفوا بلي سوفات، يديرها كيوان، واضح ولا لا؟